فزنا بالمركز الاول في افضل مزرعه على مستوى القطر المصري لمزرعه الحاج بلال احمد بلال في تجزرتي، وفي المهرجان السابع للتمور. نفست بايه بقى مختلف عندك؟ احنا اصلا نفسنا بالمزرعه اولا كملف كامل للمزرعه وصنف وشكل المزرعه والمكان بتاعها والخدمه اللي موجوده في المزرعه والانتاج المتميز من التمور في المزرعه. طيب المسابقه دي الجائزه بتاعتها ايه؟ الجائزه بتاعتها اولا هي اصلا يعني فضلا تكون ماديه، هي اصلا يعني كتشجيع للمزارعين، فبيقدموا عباره عن درع زي ما انت شايف حضرتك، والشهاده دي الشهاده دي المفروض ما يعادل فيها 1000 دولار. كل واحد بيلاقي فرصه انه يتعرف على منتجات الاخر ويلاقي فرصه تصديريه عاليه، هو ده الغرض الاساسي من المهرجان، ان احنا عاوزين نزود التصدير. فبتلاقي شركات كتيره قوي من دول خارجيه بتعرض غير الشركات المصريه، كل ده بيتعاون مع بعضه مع زوار بيبدا يحصل عقود تصديريه، وده الهدف الاساسي.